مساء الخير. ألزمت الخطوط السعودية أخيرا موظفي الخدمات الأرضية في المطارات باستخدام لباس جديد وسط اعتراض من كبار الموظفين الذين أكدوا أن هذا اللباس غير لائق لطبيعة وظائفهم، إذ تسبب باستفزازهم على حد قولهم بعد أن علموا أنها من نوعية رديئة وتباع في أسواق تجارية بأسعار رخيصة جدا. لافتين في أحاديثهم الصحفية أنه جرى إزالة شعار الخطوط من لباسهم الجديد وسحب أشرطة المهنة ومراتبهم الوظيفية من الزي السابق ليطمس بذلك هوية عملهم على حد تعبيره. وفي المقابل لا تزال الانتقادات الرسمية والشعبية تلاحق أعمال خدمات الخطوط السعودية التي وصفها مجلس الشورى في أحد جلساته بالرجل المريض، متسائلين خلال العام الماضي عن أسباب بلوغ مصروفاتها التشغيلية 17 مليار ريال فيما بلغت إيراداتها 16 مليار ريال، ما يعني وجود خلل في الإدارة المالية بحاجة إلى معالجة على حد تعبيره. فما هي قصة اللباس الجديد لموظفي الخطوط السعودية؟ ولماذا هذا التغيير الآن؟ ولماذا تعاني الخطوط من عجز في ميزانيتها؟ وأين وصلت تحقيقات نثريات 5 مليارات ريال؟ ولماذا لا تزال أزمة تأخير الرحلات وتعطيلها مستمرة من دون حلول؟ وما حقيقة تجاهل الخطوط السعودية لكافة ملاحظات مجلس الشورى على أدائها منذ سنوات؟ وأيضا نسأل ما سر عدم اهتمام الخطوط السعودية بالمواطن السعودي؟ لا زال المواطن السعودي يوما بعد يوم يكرر الغضب ويكرر العتب والزعل من تصرفات من الأداء. أنا قبل قليل الحقيقة على صفحة تويتر قلت خلني أجرب بس أجس نبض الناس قبل الحلقة، كتبت هل المواطن السعودي يحب الخطوط السعودية؟ أنا أدعو المسؤولين قبل الناس، المسؤولين في الخطوط السعودية يروح المنشن ويشوف الناس إيش كتب ويشوف الشعب هل هو زعلان ولا راضي. أيضا قبل أن أروح للتقرير أحب أتحدث عن روتانا خليجية وعن روتانا بشكل عام، وأقولها للناس كلهم اللي شاهدنا في السعودية وفي كل مكان. إحنا اخترنا منذ فترة طويلة أن تنتصر مهنيتنا على كل شيء آخر، وقررنا أيضا أن ننحاز لقضايا الناس، قضايا المواطن السعودي. قررنا أيضا أن ننحاز لهمومه، قررنا أن نكون معه ضد أي ظلم. فبالتالي الخطوط السعودية لم تتحالف معنا من أجل المواطن السعودي. لعلكم تذكرون في وقت مضى عندما تحدثنا عن الخطوط السعودية وعن التموين فيها وإلى آخره، قررت كما يفعل رئيسها دائما عندما يتحدث الإعلام أن تقاطع روتانا إعلانيا، وكأنها رشوة إسكات كما قلت مع شركة سابقة. أيضا هي رشوة إسكات بمعنى أنكم يا تسكتون ونعطيكم إعلانات وهذا المواطن آخر همنا. إحنا لا، في روتانا قلنا لا، قلنا المواطن هو الأساس. إذا إعلاناتكم مرهونة بأن ما نتكلم عن قضايا المواطن السعودي، عن الناس المسحوقين، عن تعنت وغرور المسؤولين في هذه الجهة وعدم اهتمام نهائيا بالمواطن السعودي، لا وألف لا، قررنا في روتانا وسنستمر في ذلك إلى أن ننحاز للمواطن وقضاياه، والإعلانات لابد أن تأتي بالطريقة القانونية الصحيحة. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي محمد الحبيب عن ملابس الخطوط السعودية الجديدة ولماذا هذا التوقيت، وبعدين نشوف موضوع الأسعار. تابع. بعد اعتراضات موظفين الخطوط الأرضية في الخطوط السعودية عن نوعية الزي الجديد المحدد لهم، قامت كاميرا ياهلا بالتأكد من صحة وجود الزي في أسواق بندا. هذه البدل هي نفسها التي يرتديها الموظفين، ولكن بسعر لا يتجاوز 180 ريالا. تخلو البدل من أي علامات تدل على خطوط الطيران أو ما شابه. طبعا اليوم احنا هذه شرينا البدله هذه من بندا، وهذه حقت موظف، ها؟ راح نسال حاليا صاحب المحل
نشوف انه اي افضل جوده. في عندي هنا نوعيتين قماش جاكيتين، ابغى اعرف اي اللي افضل فيهم واي اللي مش افضل فيهم. اوكي شوف انه هذا افضل، هذا افضل من ناحيه من هذا. ايوه اوكي اللي هو هذا من ناحيه الملمس او كنظر، بس ككواليتي القماش انا ما اعرف مصدر هذا او هذا، ممكن يكون نفس الكواليتي بس في الملمس يختلف. جميل. القماش كم يسوى برايك انت تقريبيا؟ القطعه هذه مثلا كم تسوى؟ المتر؟ لا الجاكيت كجاكيت ممكن 700، وهذا ممكن يكون 450. طبعا توجه الكاميرا هنا رائد طلال، انت قلت انه هذا الافضل صح كملمس؟ هذا اللي قال انه يعتبر افضل من الثاني، هذا من بندر وهذه اشارته لسه فيها تمام. اما الثاني هذا هو تبع الخطوط السعوديه وهذه علامتهم هنا اللي هم ملصقين عليها تمام. الأمر الذي أغضب كثير من الموظفين بارتداء بدلة كانت سابقا بجودة عالية بحدود 2000 ريالا، بينما في الزي الجديد يقال أنها ذات جودة عالية وبنفس السعر، بينما وجدت في بندا بأقل من هذا بكثير. سبحان من يرزق بتوع الملايين، الرازق اللي ما يخيب الرجابة، لعم عنده معرض للصوالين، أموت وأعرف بس من وين جابه، وإذا سألت قال بعت الدكاكين. وبالرجوع إلى المشاكل التي تعاني منها شركات الطيران في السعودية، تعاني من عدة مطبات هوائية، بدءا من المشكلة التي باشرت فيها جهات رقابية في الدولة بتمحيص ملفات مصروفات الخطوط السعودية، وتحديدا فيما يتعلق بالمصروفات النثرية التي أظهر الحساب الختامي للناقل الوطني تجاوزها سقف 5 مليارات ريال، وصولا إلى الاحتياج للسعودي بالنسبة لقطاع الطيران. يوجد نقص خصوصا على المدة 5 سنوات قادمة، خصوص التطور الهائل اللي يشهد العالم ككل، تطور الطيران بشكل عام، هذا يحتاج إلى كم هائل من الطيارين. أعتقد أنه صناعة النقل الجوي في المملكة العربية السعودية حقيقة أغفلت وأهملت لفترة طويلة من الزمن، والمشاكل اللي احنا نعانيها اليوم هي مشاكل متراكمة على مدى سنوات كثيرة. يتساءل الكثير، إذا كنا نعاني من مشاكل سوء الخدمات في الطيران السعودي، فمن الذي يحتكر سوق الطيران ويمنع وجود شركات أخرى؟ شكرا محمد. طبعا احنا لدينا ملفات كثيره بناء على هموم الناس اللي توصلنا، هموم الموظفين حق الخطوط السعوديه انفسهم كثيره، راح نناقشها في الايام المقبله. ايضا احب اقول انه نتكلم، احنا تحدثنا سابقا عن مشاكل الطيارين، تحدثنا عن خدمات تموين امور اخرى، كنا نتمنى الحقيقه من الخطوط السعوديه ان تنشغل في اصلاح نفسها، والا تنشغل فقط بمحاوله المداراه على يعني خدماتها التي لا تحقق آمال وطموح الشعب السعودي. حول هذا الموضوع معنا في استوديوهاتنا في جدة المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي، والذي كان متبني لقضية سابقة مرتبطة بالخطوط السعودية ومتابع لقضايا أخرى. أيضا أحب أنوه عن اعتذار المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية الأستاذ عبدالله الأجهر عن المشاركة في هذه الحلقة، واعدا بالمشاركة في حلقات أخرى بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية في الخطوط السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. ما حدث أن الخطوط السعودية استبدلت ملابس موظفي الخدمات الأرضية بلباس رديء على حد تعبير بعض الموظفين في أحاديثهم الصحفية، إضافة إلى سحب أشرطة المهنة المعتمدة لكل موظف خصوصا كبار الموظفين من دون سابق إنذار. كيف ترى هذا الجانب قانونيا؟ أيضا أحب أقول أدعو كل الجهات اللي حريصة
على مصلحة البلد والجهات الرقابية على المستوى المالي أنه نعرف يعني قيمة هذه الصفقة خلال فترة بسيطة؟ إذا ما يعني ما قالوا لنا يعني إحنا راح نساعدهم في هذا الموضوع. تفضل دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني كلما حاولنا أنه نقفل جرح من أجراحنا، المعاناة مع الخطوط السعودية ينفتح جرح آخر، ما احنا قادرين. يعني أجراح متتالية، مشاكل متتالية مع الخطوط السعودية للأسف الشديد. يعني أنا أفضل أن لا تقال الخطوط السعودية، لأنه السعودية تنسب للوطن، والوطن يعني بعيد عن الأشياء اللي بتحصل في الخطوط. سموها يا جماعة أي اسم تاني غير الخطوط السعودية، سموها أي زي ناس زي سما زي أي حاجة، أعطوها اسم آخر أفضل، يعني أفضل لنا وأريح لنا نفسيا حتى أمام نفسنا وأمام العالم. هذه النقطة الأولى، بس حبيت أدخل من هذا المدخل. الحاجة الثانية، المتحدث عادة يعني عدة مرات يعتذر، وفي المرات السابقة انتظرناه يعني أشهر عشان حضرة جنابه يعني يتفضل علينا ويطلع. نحن نبغى نسمع حقيقة ونوجه نظرة الخطوط السعودية، ما نبغى نتحدث ونقولوا بعدين نحن ظلمناهم ولا تكلمنا عليهم بكلام غير حقيقي. خليه يطلع ويتناقش، نحن نتناقش على الهواء مباشرة أمام الجمهور. الجمهور كله يعاني، نحن الآن حنبدأ من الموظفين ثم بعد ذلك حنروح لمعاناة الناس. الموظفين الخطوط السعودية أنا حقيقة سمعت من كثير منهم في كل مدن المملكة لهم معاناة كبيرة. خلينا ما دام دخلنا في موضوع الزي اللي جاء هذا، أنا سمعت إنه من عام 2009 موجود في المستودعات. يعني لا يجب أن يخرج مسؤولي الخطوط السعودية الخدمات الأرضية ويصرحوا لنا عن هذه الصفقة التي من 2009 موجودة في مستودعاتهم. لماذا لم تصرف إلا الآن؟ نحن في 2012، 3 سنوات. هذا كما سمعت، ويقولوا إنه مكتوب على حتى مكتوب على البدل 2009، صفقة 2009. طيب هذه نقطة. الجودة حقيقة يعني انزلوا يا ناس، انتوا شفتوا جربتوا الاخ محمد الحبيب ونزل وشاف موضوع الجوده. انا يذكروني كثير انهم عشان يقيفوا البدل هذه كلما حاولوا يقيفوها في مكان تقوم تنقطع من جهه اخرى. لا عموما احنا يعني رحنا لشركه معتمده معروفه الأمار، هم اللي اعطونا ذا التقييم من الافضل وطلع لنا. بس انا سؤال يعني راح نتكلم موضوع اللبس وذا، لكن يعني هل خلصت مشاكل الخطوط السعودية؟ يعني اللبس كان جيد، يعني خلصت المشاكل؟ هل المواطن يعني كان عنده قلق من الملابس حقت الخطوط السعودية؟ يا سيدي عشان انت عارف، بس عشان يغير الملابس هذه تدفع ملايين الريالات عشان تتغير؟ طيب الملايين هذه مو أولى وأفضل انه تتحل مشاكلهم داخل الخطوط السعودية؟ عندهم طيب مشاكل على طار الملايين. يعني شفتوا شو يسوي الغياب يا خطوط السعودية؟ احنا عشان كذا نقول لكم نبغاك تكونوا معنا في الحلقة عشان تتكلمون وتقولون وجهة نظركم. تفضل دكتور. نحن ودنا يطلع واحد من خطوط السعودية، نحن نتكلم بما عندنا وهو يرد علينا أمام الناس، عشان لا يقولوا الناس لا خاص ما جابونا في، بس أنتم بتتحدثوا علينا ما حد بيرد. لا يا جماعة، نحن نتكلم. وهذا زي ما تفضلت أنت، كتبت على تويتر، شوف الناس ايش كتبوا لك. وأنا أتحدى الخطوط السعودية أنه يعملوا استفتاء صادق مع المواطنين أو غير المواطنين، ويروا إيش نسبة الاستفتاء هذه رضاهم عن الخطوط السعودية. يا سيدي الفاضل، يعني مأساة لأقصى درجات المأساة. يعني أنا قلت لكم يا جماعة لا تقولوا خطوط سعودية، يعني السعودية تتبرأ من هذه الأمور وتتبرأ من هذه الأفعال. يعني للساعة آخر حاجة، للساعة أمس أنا جاي بالطيارة، اتأخرت علينا الرحلة، فبأسأل موظف خطوط سعودية وأقول له يا جماعة أخرتونا، وفي معنا ناس مسؤولين وناس رجال أعمال عندهم اجتماعات، واجتماعات مرتبطة بالساعات. قالوا إذا لم نفعل ذلك فما احنا خطوط سعودية. فقلت لهم والله حرام أن يفعل هذا بالناس، اتركنا عن هذا الموضوع. هذا صار موال متكرر بصورة دائمة، موضوع التأخير. كثير من المسؤولين تأخروا، وطبعا ما في اهتمام بالمواطن، ما في اهتمام مو بس بالمواطن يا أخي، بالناس كلها، المواطن أو المقيم، الكل من يستعمل الخطوط السعودية. وفي الآخر إيش يقولوا؟ يقولوا إحنا خسرانين. طيب خسرانين وأنتوا لا تقدموا خدمة؟ طيب كيف تقدموا الخدمة؟ الموظف هذا اللي أنتوا جايبينه، هل بتدربوه؟
موضوع التدريب حتى شوف عشان يقولوا يبغوا يوفروا على نفسهم مبالغ مالية، ما أدري مصلحة من هذا التوفير، رغم أن الدولة بتدعم الخطوط السعودية تدعمها بملايين الريالات بل بالمليارات تدعمها الدولة، لكن أين تذهب تلك المليارات؟ لماذا الموظف هذا ما يروح ويدربوه؟ يا أخي دربوا الموظفين على كيفية التعامل، مواجهة الجمهور، ما تدخل المطار. لا عموما بس خلينا دكتور عشان أنا في أناس كذا يعني يعتقدون أنهم أفهم ناس في الدنيا في الخطوط السعودية وفي غيرها، بس كلامنا ما يكون عام. إحنا في حديث دائما إنه الطيران الداخلي مثلا ما يكسب وكذا، وفي تجارب انفصلت وما نجحت، وفي تجارب نجحت وأيضا، ولكن في تجارب قريبة منا ناجحة، وأيضا العلاقة يعني لابد أن تتكامل بين هيئة الطيران المدني والمطارات وبين الخطوط السعودية، وهذا أمر سهل. الملخص القصة نفهم اقتصاد ولا ما نفهم اقتصاد، في شغلتين مهمة. أولا تستطيع الخطوط السعودية أنها تكسب، ثانيا المواطن السعودي يستحق أنه يعني يقدم له خدمة أفضل، وثالثا إذا كانت الخطوط السعودية لا تستطيع أن تكسب يعني لا يجب على الخطوط السعودية أن يكون الضحية المواطن السعودي تعاقبه، تقول والله حنا ما حنا كسبانين كذا، نقدم لك خدمة سيئة ونتعامل معك ببلادة حس، هذا أيضا غير منطقي يعني، وهذا أمر مهم. أيضا أكرر وأزيد وأقول، في ناس تجي تقول لك يا أخي أنتم ما تعرفون تفاصيل، في أمور ما ضاغطين على الناس فيها. قلنا لهم يا ناس طيب إذا ضاغطين، هذا عصر الشفافية، يكونون شجعان ويطلعون، يعني ما راح يتدمر مستقبلهم، أمورهم صارت أوكي، يطلعون يقولون يا جماعة ترى الوضع سيء. أيضا أحب أعيد وأقول أنه أتمنى على مسؤولين في الخطوط السعودية وأنهم مرة يجربون يطلعون على السياحي، أنا متأكد في ناس فيهم ما راح يقدر يقعد على الكرسي لأنه أوزانهم أكبر من الكراسي هذه، والكراسي هذه صغيرة جدا ولا تليق بالمواطن السعودي ولا تليق بأي أحد، وقارنوا بين ناس جنبنا يعني في الخليج العربي، يعني صراحة اليوم احنا نتكلم بحس وطني وغيرة على الوطن، والله ليس عداء في أحد في الخطوط السعودية، نبغاها تكون أحسن خطوط في العالم، بس يا أخي احترموا أنفسكم حتى يحترمونكم الناس. عموما معي على الهاتف مباشرة عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الهيجان. دكتور عبد الرحمن مساك الله بالخير، أهلا وسهلا بك. قلت في 8/6/2011 بحسب ما نشرته صحيفة الوطن أن الخطوط السعودية مثل الطالب المهمل والضرب في الميت حرام، وقلت أن الفصل قد يكون الحل لهذا الطالب المهمل، وانتقدت خلالها الخصخصة وقلت أنها إهدار لأموال المؤسسات العامة وليست علاجا للمشكلة، واستشهدت بالكهرباء والاتصالات. إلى أي مدى يعني تستجيب الخطوط السعودية لملاحظاتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، آمل بس أن يكون عندي وقت على الأقل أعبر فيه الفكرة التي أود طرحها. فضل. أنا أول شيء أنا أود أن أؤكد على النقطة التي تقولها أنت، أنه من حق المؤسسات الإعلامية في المملكة جميعها أن يكون المسؤولين حاضرين في أي نقاش، ولا أن يكونون غائبين عن قضايا التي تهم مؤسساتهم. أنا أعتقد أن هذه نقطة جوهرية، وأعتقد أنه من مهام المسؤول أن يكون حاضر بالنسبة لأي قضية في أي مؤسسة، ليس المسؤول الأول. أنا أعتقد أنه في شخص ممثل للجهة كما أشرت إلى ذلك في حديثك، يمثل لأنه يكتسب المعلومات، لديه المعلومة ولديه القدرة على التوضيح سلبا أو إيجابا حتى الناس تفهم الصورة اللي موجود فيه، وحنا لا نريد أن نطالب الناس بأكثر مما هو موجود عندهم، هذا أنا أتفق معك 100% فيه. الشيء الثاني، أنا أعتقد أن احنا في مناقشتنا لقضية الخطوط السعودية ومثلها من القضايا غابت عنا الصورة الكلية، وما أعرف كيف قادتنا مشاكل بعض الجهات إلى أن احنا صرنا في عملية المناقشة الجزئية، كل يوم تطلع لنا قضية ونعالجها فيها، تتأخر الرحلات، غرامات الخدمة، أسعار اليونيفورم إلى غير ذلك من الجزئيات، وغابت علينا الصورة الكلية. نحن نحتاج فعلا كما قال أحد الزملاء اللي قبلي في المداخلة، أنه لابد أن نعرف الصورة الكلية لهذه المؤسسة، ما الذي تجري عليه وما هي إشكاليتها حتى يفهمونها الناس أيضا، وعلى الأقل يكون لها الدعم المعنوي الذي موجود فيه. أما قضية الخصخصة فأنا أعتقد أن الخصخصة ليست حلا لعلاج القطاع الحكومي. إذا أي قطاع حكومي لديه مشكلات في الأداء
وهذه تجارب عالمية، فالخصخصة لا تحلها. الخطوط السعودية أكثر كثير من دول العالم المتقدمة، بريتش إيرويز، عندنا الخطوط البريطانية موجودة لدى الحكومات، وهذه تحمل الخطوط السعودية، تحمل العالم، تحمل سمعة، تحمل رمز. أنا والله لما أشوفها في مطارات لما أسافر العالم، بمجرد ما أكون في صالة الانتظار وأرى طائرة الخطوط السعودية أشعر كأنني وصلت البلد، هي قطعة، يعني هي قطعة من الوطن الذي موجود فيه. فلا أعتقد أن الخصخصة الحل الأمثل لعلاج هذه الإشكاليات. الخصخصة اللي عنده خصخصة، يعني إذا القطاع الخاص بيدخل، وهذا ما يحصل، يحل المجال والحمد لله عندنا يفتح المجال، لكن لا يحارب القطاع الخاص، تنشأ شركة وثنتين وثلاث وأربع ويتح لها المجال للعمل، بدل ما يصير فيه تنافس بين ألف وباء، وبالخاص إذا كان التنافس من الخطوط السعودية لهذه نحتاج إلى، يعني إذا على الأقل التفكير فيها ماليا وإثبات هذا الموجود، لأن في مقابلات تمت بهذا الشأن على أن هناك كانت منافسة ولم تكن تعطى الخطوط الخطوط الثانية أو الشركات الأخرى حقها في هذا المجال. مرة أخرى أنه لا جدوى من الخصخصة، تبقى الخطوط السعودية جهة معينة ويمكن أن تعمل. حل آخر أنا دائما أقوله أنه يا أخي تغيير المكان بالنسبة للخطوط السعودية. أنا أعتقد أنه أحسن من الاستراتيجيات التي تنفع من المنظمات أنها تغير مكانها. يا أخي أنا أعتقد أن هذه المؤسسات يمكن نقلها من المكان الذي هي الآن دائما فيه أكثر من نصف قرن، تنتقل إلى مدينة مثل الرياض، ولا مانع أن تكون بعض الجهات التي موجودة في منطقة الرياض ولا في مناطق. بس ما المغزى، ما المغزى من أنها تنتقل؟ يعني كأنك أنت تشير بإصبع اتهام. اسمعوا نقطتي هذا. أنا أعتقد أن فيه ثقافة، إذا ترسخت ثقافة تنظيمية في جهة معينة لخمسين أربعين أنت ما تستطيع تغييرها، لأن احنا نعرف لا يكون هذا، نعرف أن ثقافة الخطوط السعودية لها ثقافة معينة وتركيبتها وتركيبة التوظيف اللي فيها وأنظمتها وإجراءاتها، صارت متشبعة، صارت تقليدية، يعني لازم تعمل شيء معين. لا بس أنت أنت ما دخل المناطق يا دكتور فيها، ما دخل المناطق، ما دخل المناطق أنها تنتقل للرياض في, في, في الإشكاليات. لا لا نحن الإنسان حيتكلم على الإنسان ليس على المناطق. لأنه الآن في مدير مثلا مفترض أن ينجح مكان أعطاه كل الصلاحيات وأوات الخطوط السعودية، لما ينجحها؟ ومدير الخطوط ما هو من جدة، يعني مدير الخطوط من منطقة من الرياض، يعني ما لنا شغل في، لا نقول مناطق نحن يا دكتور، نحن يا دكتور نحن نقول انه في إدارة، يعني إدارة يعني غير منتجة، إدارة في سوء إدارة. أكمل نقطتي ولا لا؟ لا كمل نقطتك، بس انه انت راح تتهم منطقة، ما نبغاك عضو مشورة تتهم منطقة. لا ما فيها اتهم منطقة هذا، انا اقول تغيير. لا انت دكتور معلش، انت قلت منطقة ثقافة منطقة، نحن ما لنا شغل في ثقافة المناطق. طب دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم اذا سمحت، اذا سمحت، اذا سمحت، اذا خلي الدكتور عبد الرحمن يشرح وجهة نظره، يمكن فاهمين غلط. تفكر، تفضل دكتور عبد الرحمن. طيب ماشي، تفضل تفضل. انه حتى لو في مؤسسة في الرياض نحتاج إلى نقلها إلى منطقة أخرى تنقل، هذا الكلام قلت أنا ولا لا؟ معي أستاذ علي ولا لا؟ إيه بس إحنا في نفس الحالة حق الخطوط. نعم، فأنا أقول إذا أنت عندك الأنظمة وعندك اللوائح، يا أخي في مؤسسات تنتقل من ألف إلى باء، وأحيانا تخرج خارج النطاق الجغرافي حتى البلدها وتعمل وتنجح، فلماذا ليش عندنا هذه الحساسية؟ ليش؟ ها؟ لانه ليش تنتقل معلش دكتور خلينا ناقشك في الانتقال، ليش تنتقل بعض الشركات من النطاق الجغرافي الى نطاق جغرافي اخر؟ لان هنالك انظمه في تلك المناطق الجغرافيه تيسر لها امورها، ونحن في اقليم دوله واحد. لا يا سعادة الدكتور، لحظه لا، احنا نتكلم عن ثقافه اداريه، ثقافه تنظيميه، ما اتكلم عن ثقافه مناطق، نحن نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه سعادة الدكتور. طيب نتكلم على دكتور، دكتور عبد الرحمن اخيرا بس قبل لا تروح ودي استغل وجودك دكتور عبد الرحمن اذا سمحت بسالك سؤال اخير. لا يحور كلامي، انا اتكلم عن ثقافه تنظيميه. جميل، سامع كلامي؟ جميل. طيب دكتور بس اذا سمحت لي، بس اذا سمحت لي، اذا ممكن عشان الوقت بس، وصف بعض اعضاء مجلس الشورى في 18 ابريل 2011 الخطوط السعوديه بالرجل المريض، مطالبين باستدعاء مدير عام الخطوط السعوديه للمجلس. والسؤال، هل لا تزال الخطوط السعودية مريضة في عين الشورى؟ هل تمت الاستجابة لكم؟ هل سيتم ذلك؟ هل ستعيدون الطلب مرة أخرى؟
والله انا ما اعتقد ان الشورى يعني الحكم حكم المستفيد، حكم المواطن، حكم المقيم، حكم الذي يستخدم الخطوط السعوديه، هذا الذي صوته هو الذي يستمع اليه. يعني انت الان اذا جيت تحتاج الى رحله ليس من السهوله، حتى في الايام العاديه ليس من السهوله، لو يصير عندك ظرف طارئ ليس من السهوله بمكان ان تحصل على مقعد فيها. فهي ما تحتاج الان الى مجلس الشورى، تحتاج يعني العالم كله، المستفيد الذي تقدم له الخدمة في المقام الأول هو الذي يحكم، المستفيد ما هو راضي. نعم. هذه ما تحتاج يعني. طيب شكرا لك دكتور عبد الرحمن الهيجان عضو مجلس الشورى. أنا وقتي الحقيقة انتهى دكتور إبراهيم الأبادي، ما تعطوني دقيقة إذا ممكن؟ طيب دقيقة واحدة دكتور. طبعا. دكتور إبراهيم، يعني الخطوط السعودية عندما يتأخر الراكب أو يعني يتعذر عليه الحضور في موعده يتم تغريمه، اما في حال تعطلت رحله الراكب او جرى تغيير موعدها لا يتم تعويضه. كيف ترى سلامه هذا الاجراء من الجهه يعني سلامته قانونيا، وهل يحق للمواطن ان يتظلم؟ شوف يا سيدي، للاسف يعني للاسف الكبير الخطوط السعوديه طيب تفرض الخطوط السعودية غرامات كثيرة، غرامات على إلغاء الحجز، غرامات على مثلا تأخر على ركوب الطائرة، لكن ما في أي غرامات على للأشخاص اللي هم يتضرروا من التأخير. لا يا سيدي، هنالك في نظام الطيران المدني اللي هو الصادر المرسوم الملكي ميم تقسيم 44 لسان 26 نصف المادة 141 على أنه للمتضرر أن يتقدم بدعوى في التضرر، لكن للأسف الناس ما يطالبوا بهذه التعويضات، لأنه يقول لك يا أبوي أنا أني فاضي أخذ سنوات عشان أخذ لي حاجة بسيطة، وعشان يعني مرة واحدة وقتي حيضيع. نحن نقول لابد أنه إنشاء جهاز مستعجل زي لجان. شكرا. راح نتكلم في حلقات مقبلة عن ملفات كثيرة في الخطوط السعودية، استجابة ضروري لمطالب، لأنه في ملفات عندنا ضخمة يا نعم أستاذ. نعم نعم، استجابة لمطالب الناس هذا الموضوع اللي نعم اللي ملوا، واللي يعني عندهم عتب وغضب كبير على الخطوط السعودية، لأنه مع الأيام، مع السنوات، مع الشهور، مع مواضيع صحفية تلفزيونية، يعني مطنشين العالم ومرتاحين على وضعهم، والحقيقة نتمنى منهم أن يحترمون المواطن احترام يليق به، وهذا هو المفروض اللي قاعد يصير، سنستمر في ذلك. شكرا للمحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الأبادي، وشكرا لعضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الهيجان الذي كان معي أيضا هاتفيا. فاصل ونعود لكم بعد قليل.